السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ما نقطعكم على قناتنا في اليوتيوب قاعدين نقول لكم بعض الفيديوهات من السناب شات، خلينا نعلق عليها تعليقات بسيطة كذا في بداية كل فيديو ونرفعه. السيارة اللي كانت عندنا اليوم الليكزس 460 الاس فيها مشكلة في لمبة الإيرباك، لمبة الإيرباك تظل والعة، فحصنا السيارة وجدنا المشكلة. بداية نعطيكم بعض النصائح وبعدها حنوريكم طريقة الإصلاح، مع العلم بأنه هذا الخلل للسيارة اللي جت عندنا، ولكن ممكن يكون الخلل غير هذا الخلل، فلا بد من الفحص بدقة لتحديد العطل. النصيحة الأولى، إذا نجدت السيارة حاول تحرص بشدة على المنجد أنه ما يضغط على أرضية المقعد بجسم صلب أو يوقف على المقعد، لأنه في بلون تحت المقعد ممكن يتعرض للتلف. النصيحة الثانية، لا تحاول تحط تنجيد فوق تنجيد، شيل التنجيد القديم وحط التنجيد الجديد، ولا تشده أكثر من اللازم، لأنه ممكن يصير يضغط على المقعد ويفهم كمبيوتر السيارة أنه في راكب، مع أنه في الحقيقة ما في راكب. وأحيانا ممكن كمبيوتر السيارة على سبيل المثال يلخبط، يحس أنه في واحد راكب، فكيف أنه يومين وثلاثة وأربعة السيارة قاعدة تطفى وتشتغل ولا زال الراكب موجود. النصيحة الثالثة ولا الرابعة، من عارف كم وصلت، لازم يتأكد من تركيب كل الأفياش بشكل صحيح، لأنه أي فيش ما راح يرجع لمكانه الصحيح، راح يولع معك لمبة الإيرباك. كمان لا تحط أوزان ثقيلة في الوضع الطبيعي، يعني وانت ماشي معك كرتون لا تحطه على المقعد، إذا بتحمل داخل السيارة خليه على الأرض، خصوصا في السيارات اللي فيها هذا النظام، مع العلم بأنه بعض السيارات هذا النظام موجود حتى في المقاعد الخلفية، السيارات الفارهة الموديلات الحديثة موجود فيها هذا النظام حتى في المقاعد الخلفية، لأنه لو لا قدر الله صار حادث ممكن يطلع الإيرباك على احتمال أنه في راكب وهو فعليا ما في راكب، فراح تزيد التكاليف الخاصة بالصيانة لأنه طلع الإيرباك بدون داعي. ننتقل الآن لعملية الصيانة ونتمنى لكم الفائدة، ولا تنسوا اللايك للفيديو ونشر الفيديو إذا شفتوا أنه يستحق النشر. وهذه اللكزس يا شباب تعبنا فيها والله، صار لنا 3 أيام أو 4 أيام شغالين وربنا أعاننا، وهذه لمبة الإيرباك طفيت، صلحنا المشكلة بس والله تعبنا فيها كثير. طبعا لسه ما خلصنا تماما، بس خلاص الآن لمبة الإيرباك انتهت، باقي بس نجربها فترة أطول، ولكن مبدئيا الحمد لله والشكر لله. كمان نطفي ونشغل وانتم معانا. الوضع الطبيعي لأي لمبة إيرباك لازم إذا فتحت السويتش تولع وبعدها شوي وتنطفئ لوحدها حتى بدون ما تشغل السيارة. ونعتذر من العميل على الهواء مباشرة، بس والله تعبنا تعب فظيع في هذه السيارة، وربك أعاننا وحليناها. طبعا لاحظوا يا شباب هذه اللمبة كانت تولع معه على طول إذا في راكب ولا ما في راكب، الآن اللمبة مضبوطة 100% لأنه ما في راكب. تمام، بنزل واحد من الشباب بس يركب. أحمد أبو فارس، أبو فارس بالله جلوس على المقعد، شوف مجرد جلس على المقعد ولعت اللمبة وقال له اربط الحزام، وهنا ما في أي لمبة، وهذا هو الوضع الطبيعي. وهذا التركيب حق الحفلة، شوفوا يا شباب كل الأجهزة اللي تشوفونها قدامكم هنا ما شاء الله تبارك الله في المقعد حق اللكزس، فكيناها وضبطنا المشاكل اللي فيها اللي كانت بسبب حساس الوزن، والآن جاري التركيب ونطبقها على السيارة. وهذه اللكزس يا شباب، لكن أمس كانت الدنيا مفكوكة فما صورنا لكم المقعد، الآن كل شيء تمام، هذا المقعد راكب، ما عاد باقي إلا شغلة واحدة بس يجي صاحبها ياخذها، بس بوريكم المشكلة كانت وين. كل النثر هذا يا شباب، الفكفكة اللي وريناكم إياها عشان نطلع القطعة، طبعا جبنا من التشليح والله وكيلكم، يا عانينا معاناة عشان نفكها، بس أبغى القطعة على طول. هذا المقعد الأرضي حق اللكزس، تمام، لما يجلس الشخص هنا في بلون ينضغط ويقيس وزنه، كيف يقيس وزنه؟ حوريكم الآن كيف. هذا المقعد من الجهة الثانية، لو تلاحظون جوا في زي البلون الأزرق هذا، البلون هذا ينضغط، طبعا هنا تركب قطعة، القطعة هذه تطلع الهواء، وعلى البايب نفسه في حساس يقيس الضغط، فبناء على الضغط يعرف انه فيه راكب او لا. طيب ليش كان متعطل؟ لانه منفجر البالون هذا، فيطلع الحد الادنى على انه ستيبل، يعني مستقر الحد الادنى من الضغط، واذا زاد الضغط يعني فيه راكب.
جبنا المقعد من التشليح وفكينا البالون ونقلناه وضبطنا الضفيرة لأنه كانت مقصصة من الأول، والحمد لله وضعها الآن 100%.